بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في رحاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لقاء اليوم مخصص بالدرجة الأولى من أجل الحديث على المبادئ العامة التي أقرها مجلس التعليم العالي يوم الثلاثاء القادم الماضي الموافق 8/9/2020، والتي تشكل في مجموعها مبادئ توجيهية عامة لأسس القبول التفصيلية التي ستوضع فيما بعد، بمعنى أننا نتحدث هنا عن مبادئ عامة وليس عن تفصيلات القبول للعام الدراسي القادم. أقر المجلس في حقيقة الأمر مجموعة مبادئ مهمة جدا، وتتمشى مع ما نتطلع إليه من إصلاح العملية التعليمية التعلمية على المستوى الجامعي. كما هو معلوم، أحد سبل الإصلاح هو تطوير مدخلات التعليم في المرحلة التي نتحدث عنها، تطوير العمليات التعلمية التعليمية أثناء بقاء الطالب في المرحلة التعليمية، وهنا نتحدث عن الجامعات، تطوير المحتوى وأساليب التدريس بشكل أساسي، وبالنهاية تخريج أو تكون مخرجات أفضل تتواءم مواصفاتها عند التخريج مع متطلبات سوق العمل ومع متطلبات التعلم المستمر الذي أصبح ضرورة فائقة جدا لتقدم الإنسان وتقدم المجتمعات. المبدأ الأساسي الأول الذي أقريناه هو أن يكون القبول على أساس الكلية أو حقل التخصص، بحيث تكون السنة الأولى مشتركة. ولعلمكم وأنتم من الجيل الجديد، هذا الأمر كان متبع في الجامعات الأردنية من عام 1962 إلى عام 1989. عندما أنا دخلت الجامعة وعندما دخل دكتور مأمون الجامعة، قبلنا في كليات، وفي بداية السنة الثانية تم تخصيصنا على الأقسام والتخصصات المختلفة. توقف هذا الأمر في عام 1989 لأنه صار في هناك القبول الموحد، زاد عدد الجامعات، وبالتالي بدأت مرحلة جديدة في تاريخ التعليم العالي. فنحن هنا إذن لا نبتدع شيئا جديدا، وإنما نعود إلى ممارسة كانت سائدة وكانت جيدة جدا في ذلك الوقت، ونتأمل إنها تستمر أيضا في جودتها في المراحل القادمة. المبدأ الثاني الذي أقريناه هو أن يتم التفريع أو التخصص في الأقسام الأكاديمية ابتداء من السنة الثانية بناء على 3 معايير أساسية. المعيار الأول والأهم هو رغبة الطالب، والمعيار الثاني هو معدل التراكمي للطالب في السنة الأولى اللي بنسميها Grade Point Average، وإمكانية إجراء مقابلة من قبل القسم إذا وجد القسم أن ذلك ضرورياً ولمصلحة العملية التعلمية التعليمية. هذان المبدأان كما هو معلوم ينسجمان انسجاماً كاملاً مع الهدف الاستراتيجي الأول للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، الذي ينص في هدفه الأول على ضمان أن تكون سياسات وفرص القبول عادلة ومنصفة للجميع. وإن شاء الله نحن شغالين على مبادئ قبول تكون عادلة ومنصفة للجميع كما سأوضح بعد قليل. المبدأ الثالث الذي قريناه هو أن يتم اعتماد المجموع الكلي للعلامة في امتحان الثانوية العامة من 1400 بدل من 100 علامة، بمعنى أنه لن تكون هناك علامة مئوية، وإنما علامة مجموعها
كلية مجموعها 1400، وهذا الأمر أقر في وزارة التربية والتعليم، وستكون العلامة على شهادة امتحان الثانوية العامة السنة القادمة علامة من 1400 وليس علامة مئوية. وهنا في بيناتنا وبين وزارة التربية والتعليم توافق كامل فيما يتعلق بهذا الأمر. الآن المبدأ الأول والثاني أيضا يرتبطان بفكرة السنة التحضيرية التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية. الاستراتيجية الوطنية تحدثت عن أن السنة الأولى يجب أن تكون تحضيرية، واقترحت أن تكون البداية في الطب. جرب هذا الأمر، ولكن للأسف الشديد لم يقيم التقييم الكافي وتم إلغاؤه. وكما قلت، نحن مارسنا هذا العمل ما يقرب من 18-19 عام، ونحن الآن في صدد أن نعود للسنة الأولى مشتركة، بمعنى وكأنها تحضيرية لجميع الأقسام وجميع التخصصات في الجامعة. الآن كيف نستخرج العلامة؟ المبدأ الرابع الذي أقريناه، كيف نستخرج العلامة اللي بدنا نبني عليها العلامة تبع الثانوية العامة؟ أنتم تعلمون أنه الآن العلامة الكلية في امتحان الثانوية العامة تبنى على العلامة على المباحث المشتركة وعلى المباحث التخصصية بنسب معينة. فعلى سبيل المثال، الطالب الذي بده يعمل تخصصات طبية تحسب علامته من مباحث الثقافة العامة المشتركة، وبالإضافة إلى ذلك مباحث الفيزياء والكيمياء والعلوم الحياتية. يختار هذه المباحث ثلاثة، ولكن يحسب له أعلى علامتين في مبحثين من المباحث الثلاث. ولذلك إحنا الآن اقترحنا شيء قريب جدا من هذا الأمر، بأنه العلامة الكلية اللي بيحصل عليها الطالب من 1400 تأخذ 50% من الوزن، وعلامة المبحثين الضروريات للتخصص تبعه بياخذوا العلامة الأولى 25، العلامة الثانية 25، مجموعهم 50، تطلع علامة من 100. هاي هي العلامة اللي بدنا نحسب عليها القبول للسنة القادمة. وبالتالي اللي بدهم يعملوا تخصصات طبية في إلهم مثلا على سبيل المثال الكيمياء والأحياء ضروري جدا، اللي بده يعمل تخصصات هندسية الرياضيات والفيزياء مهم جدا، وهكذا. الآن الشيء الآخر اللي بدنا نحسب عليه علامة القبول النهائية، بدنا نعمل اختبار قبول ونبدأ في السنة القادمة في تخصص واحد فقط، اللي هو المقترح الأولي في التخصصات الهندسية أو في كليات الهندسة. وبدنا نقيم التجربة، وعلى ضوء التقييم إذا كانت التجربة ناجحة، وإن شاء الله بتكون ناجحة، بننتقل إلى حقلين جداد أو ثلاثة جداد، قد يكون الطب وقد يكون مثلا الإدارة وهكذا. إذن الاختبار القبول هذا الأمر ليس جديدا في تاريخ التعليم العالي في البشرية. هناك ثلاث نماذج للقبول في جامعات العالم. نموذج يعتمد على علامة الثانوية العامة أو إنهاء المرحلة الثانوية، نموذج يعتمد على اختبارات القبول، نموذج يعتمد على المقابلات، ونموذج يعتمد على مزيج من هذه الأمور الثلاث. فيما يتعلق باختبارات القبول، هناك ما يزيد عن 60 دولة في العالم تعتمد اختبارات القبول وليس امتحانات الثانوية العامة. وهذه الدول متعددة في توجهاتها الفكرية والفلسفية، منها دول غربية ومنها دول اشتراكية ومنها دول إسلامية. على سبيل المثال،
من الدول الإسلامية التي تعتمد مبدأ القبول فقط، مبدأ اختبار القبول فقط، تركيا، ماليزيا على سبيل المثال، الصين على سبيل المثال تعتمد مبدأ اختبارات القبول. أهم معهد تكنولوجي بالعالم اللي هو معهد الهند للتكنولوجيا بيعتمد اختبارات القبول. وهناك عدد كبير جدا من جامعات العالم المرموقة والمتقدمة تعتمد اختبارات القبول فقط، وبالتالي ليس هذا الأمر جديد على تاريخ البشرية في المجال التعليمي. الآن صار في عنا امتحان ثانوية عامة علامة، صار في عنا قبول علامة، كيف بدنا نحسب العلامة الكلية؟ المقترح إنه نعمل 60% للثانوية العامة و 40% لاختبار القبول، تطلع علامة كلية اللي بناء عليها بصير القبول في الجامعة. الآن النسبة هاي 60-40 يعني هو المقترح اللي إجا من مجلس التعليم العالي، ولكن هاي النسبة مش منزلة، ممكن نتيجة المشاورات واللقاءات المتعددة اللي نحن بدنا نعملها كمجلس تعليم عالي وكوزارة نقول لا يمكن يكون 70-30 أو 65-35، وهذا يعني بتطور مع الوقت. معانا نحن سنة كاملة اعتبارا من الآن حتى نرسخ المبادئ الأساسية هذه اللي نحن عم نتكلم عنها. الآن الطالب خلص السنة الأولى، كيف بده يروح السنة الثانية؟ قلنا أحد المبادئ اللي أقريناها الرغبة الشخصية، العلامة الجريد بوينت أفريج تبعه، المعدل التراكمي تبعه بالسنة الأولى، ومقابلة شخصية إذا القسم رأى ذلك ضروريا. وستطبق هذه الأسس على جميع الطلبة الأردنيين بغض النظر عن نوع الشهادة التي يحملها، سواء كانت شهادة محلية وطنية أو شهادة عربية أو شهادة دولية، الكل بده يجلس بده ينطبق عليه نفس الأسس، سواء درس في الداخل أو درس في الخارج. الآن الطلبة العرب والوافدين بدنا نعطي حالنا ونعطيهم مهلة من 2 إلى 3 سنوات حتى يتأقلموا مع هذا الوضع. على فكرة السعودية والإمارات بلشوا المزج بين علامة الثانوية العامة واختبار القبول، السعودية والإمارات كدول عربية. الآن البعض يتساءل المبدأ اللي هو المزج بين الاختبارات القبول والثانوية العامة ومبدأ استخراج العلامة الثانوية العامة النهائية اللي هو 50+25+25، هذا في حقيقة الأمر توافقت عليه اللجنة التربوية في مجلس التعليم العالي برئاسة رئيسها، رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة، ووزارة التربية والتعليم. يعني كان في هناك توافق بين هاي الجهات الثلاثة الرئيسية. الآن لماذا نلجأ إلى أكثر من معيار؟ أولاً أنتم بتعرفوا ونحن بنعرف والتربويين بالذات بيعرفوا بشكل أساسي، في هناك إشي اسمه رهاب الامتحان، تيست أنكزايتي. وعندما يكون الامتحان هو الامتحان الوحيد الذي يقرر مصير الإنسان مدى الحياة، رهاب الامتحان بيرتفع بشكل كبير جدا، ومش بالضرورة إنه نتيجته في الامتحان أو نتيجتها في الامتحان تكون هي معبرة عن استعداداته وقدراته الحقيقية. ميول الطالب واستعداداته ورغباته لا يعكسها امتحان الثانوية العامة بأي شكل من الأشكال. ضعف الإرشاد والتوجيه التربوي والمهني في جميع مدارسنا ما بيساعد الطالب على أنه
يعرف ميوله ورغباته وحاجاته الحقيقية في نهاية المرحلة الثانوية، وبالتالي يقبل على الجامعة. ولسه نسبة كبيرة جدا منهم ما بعرفوا إيش اللي بدهم يدرسوه، لا من حيث التخصص ولا من حيث ميولهم ولا من حيث رغباتهم وما إلى ذلك. وبالتالي ربط القبول وتقرير المصير بامتحان واحد ليس من العدل وليس من الإنصاف. إعطاء الإنسان أكثر من فرصة حتى يعبر عن استعداداته وميوله ورغباته بالدرجة الأولى هو ما أثبتته التجارب التربوية في العالم بأنه أكثر نجاعة وأكثر عدالة على المدى البعيد. لا، بدي أقولكم ما الذي لا يعنيه المقترح الجديد، ما الذي لا يعنيه. طبعا أنا أقدر وأحترم جميع الآراء والأفكار التي طرحت في وسائل التواصل الاجتماعي وفي القنوات الفضائية وفي الوسائل المختلفة للإعلام، أقدرها وأحترمها، ولكن لا أتفق معها بالضرورة. وسندخل في حوار معمق مع جميع الأطراف أصحاب المصلحة، وهنا أتكلم عن الطلاب، أولياء الأمور، الأساتذة في وزارة التربية والتعليم، الجامعات، القطاع الخاص المشغل، ونبدأ حوار معمق وموسع حول هذا الأمر. ولكن هذا الأمر لا يعني بالضرورة ما يلي. أولاً، اختبار القبول لن يكون باللغة الإنجليزية، سيكون باللغة العربية، لغتنا الأم التي نفتخر بها. ثانياً، ليس لهذا المقترح أي علاقة بإلغاء الثانوية العامة أو تهميش دور امتحان الثانوية العامة. ليس لهذا المقترح أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالرسوم الجامعية كما أشاع البعض. رابعاً، ليس لهذا الأمر أي علاقة بأي إملاءات خارجية من أي جهة كانت في العالم، وإنما هي نتيجة فكر معمق لأردنيين وطنيين بهمهم مصلحة هذا البلد بالدرجة الأولى. خامساً، ليس لهذا الأمر أي علاقة بخصخصة التعليم لا من قريب ولا من بعيد. سادساً، القبول الموحد سيبقى، وبالتالي ليس لهذا المقترح أي علاقة بإلغاء القبول الموحد، سيبقى القبول الموحد قائماً لأنه تميز بالإنصاف والعدالة على مدى السنوات. ليس سابعاً وأخيراً، ليس لهذا المقترح أي علاقة بالتخصيصات الموجودة حالياً، المنح، قصدي المكارم الملكية للقوات المسلحة لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم وغيرها، ليس لها علاقة بهذا المقترح لا من قريب ولا من بعيد، ولن يتم مساسها على الإطلاق. وبالتالي أرجو أن يكون واضح للجميع بأن هذه الأمور السبعة من الأشياء التي ليس لها علاقة بهذا المقترح الجديد، وبالتالي أرجو أن يترسخ هذا في أذهان الجميع. الأمر الأخير اللي أنا بدي أشير له بأنه سيتم تشكيل لجنة أكاديمية من قامات علمية وطنية في مجال العلوم والآداب والفنون وخبراء في القياس والتقويم التربوي، وسيبدأ العمل على وضع اختبار القبول
وسيمر في المراحل المعروفة في تطوير الاختبارات، وسنتأكد من صدق وثبات وموضوعية هذا الاختبار، وسنطبقه تجريبيا في مجال واحد كما ذكرت. وأود أن أختم بالمبادئ التالية التي سنلجأ إليها في تطبيق هذا المقترح، وأقول هذه المبادئ لأن هذا الأمر ليس تفكير لحظي خطر على بالنا بالليل وإحنا سهرانين، وليس تفكير مزاجي لأشخاص، وإنما هو نتيجة تفكير عميق دام سنوات. أنا أقول لكم وأنا صادق فيما أقول، قبل 35 سنة في الجامعة الأردنية عندما كنت مدرساً فيها كنا نطرح فكرة امتحان القبول، وللأسف الشديد لم ترى هذه الفكرة النور لغاية الآن. وقبل حوالي 10 سنوات أيضاً درس هذا الأمر في مجلس التعليم العالي واتخذت فيه قرارات، إلا أنه ارتؤي بأنه ليس الوقت المناسب لتطبيق هذا الأمر. أنا لا أرى أن هناك وقت مناسب أكثر من هذا الوقت لتطوير مجمل العملية التعلمية التعليمية على مستوى التعليم الجامعي بما فيها تطوير المدخلات. ولذلك سنعتمد على المبادئ التالية. أولاً مبدأ التدرج، ما راح نطبق هذا الأمر على كل التخصصات من البداية. ثانياً مبدأ العدالة والمساواة، بحيث أنه نضمن أنه اللي بدخل التخصص أوكي بدخله لأنه علاماته ممتازة، استعداداته مناسبة، قدراته التحصيلية مناسبة لهذا التخصص، وبالتالي نضمن أنه هذا الإنسان راح يبدع ويتميز في دراسته وينجح في حياته المهنية. لا شيء ينجح الإنسان في عالم المهن والأعمال إلا إذا درس تخصصا يحبه ويريده ويتناسب مع قدراته الشخصية من حيث الاستعدادات والاتجاهات والميول والرغبات. المبدأ الثالث مبدأ التهيئة الشاملة، بدنا نتحدث مع الجميع، معانا سنة كاملة لنتحدث مع الجميع، نهيئ المجتمع للقبول بهذه الفكرة التي نعتقد جازمين بأنها فكرة إصلاحية. مبدأ التوعية اللي هو المبدأ الرابع، مبدأ التوعية، بدنا نعمل حملة توعية مكثفة للطلاب، بدنا نسمع آرائهم، بدنا نسمع رغباتهم، وما رح نتجاهلها بأي شكل من الأشكال. والمبدأ الخامس هو مبدأ كسب التأييد من كافة الأطراف ذات العلاقة، كافة الأطراف ذات المصلحة، بما في ذلك الجامعات بالدرجة الأولى، المستخدمين بالدرجة الثانية، وكما ذكرت على رأسهم الطلاب أولياء الأمور وصناع القرار بالدرجة الأولى. الآن بدي بس أشير إشارة عابرة لمبدأ المقابلة. البعض يتخوف بأنه بده يكون في هناك واسطة، بده يكون في هناك محسوبية. أولاً هذا الأمر تركناه اختياري للقسم إذا رأى ذلك ضرورياً. أقولكم أعطيكم مثال: نسبة الفاقد التعليمي في كليات الطب بالأردن 17%، بمعنى يرسب ويتسرب في السنوات الثلاث الأولى التحضيرية الإكلينيكي ما قبل الإكلينيكية في كليات الطب 17%.
هذا فاقد وطني كبير لما نتكلم عن المال أيضا. بالإضافة لذلك من كل 100 واحد 17 يا أما بيكتشفوا إنه هم غير مؤهلين لدراسة الطب، أو مش هو هذا التخصص اللي بدهم إياه، أو إنه ما عندهم القدرات العلمية والأكاديمية المطلوبة للنجاح في هذا التخصص، وبالتالي يفشلون. طبعا هناك نسب أيضا في الهندسة وفي التخصصات الأخرى، بس أنا بجيب مثل الطب لأنه هذا مثل صارخ، وهذا يعتبر أحد أهم العوامل لماذا كليات الطب تبعنا لا تأخذ الاعتمادية العالمية، لأن نسبة الفاقد المعروفة عالميا بحدود 2.5%، إحنا عندنا 17%. إذا أحكمنا عملية الدخول نستطيع أن نخفض نسبة الفاقد إلى 5% من أول سنة، ونوصل للنسبة العالمية إن شاء الله فيما بعد ذلك. سأتوقف هنا، إذا في عندكم أي أسئلة أي استفسارات اللي بنقدر نجاوب عليه بنجاوب عليه. تفضل يسير. مساء الخيرات. عندي مجموعة أسئلة ومساوئات ممكن نتحدث فيها عن وهذا التوجيه. يعني وزارة الإعلام الجزيرة مع الدولة كان على فصلين، عملنا على فصل، كانت كل مقترحات على 4 فصول، فإحنا هيك أصلاً زدنا الرهاب. في موضوع القدرات كان في موازين مختلفة للمساقات في امتحان الثانوية العامة، يعني الرياضيات ما كان زي الثقافة أو زي العربي، رحنا منهم ميزان واحد وهذا خلل أيضاً، يعني كله 200 200 200. الرياضيات للحقل الطبي زيه. ممكن أترجاك؟ تفضل. أنا وزير التعليم العالي مش وزير التربية والتعليم. أوصل لك لفكرة معاليك. كان في أسئلة استنتاجية واستنباطية ألغيت، صارت الأسئلة مباشرة في امتحان الثانوي العربي العامة ومن الكتاب. أوكي. الآن إذا كان امتحان القدرات سيقيس المهارات التحصيلية، القدرات التحصيلية أو المعرفية. تمام. العامة التفكير العالي، قسم مهارات التفكير العالي. تمام. ليش ما نحط بمادة بامتحان التوجيهي نضيف أوراق بقيس فيه مهارات التفكير العالي، أو بنضيف على كل مادة سؤال بقيس مهارات التفكير العالي. بعدين الآن ندخل لقصة القبول الموحد. المبرر لإلغاء قصة السنة، وأنا من اللي قبلت على السنة وبعدين قبلت بتخصص، كان قائمة القبول الموحد. أنا قبلت بال85 على النظام القديم. طيب إذا لسه في قبول موحد ليش تراجعنا عنه إذا كان المبرر؟ 2، طالب الحقل الطبي في عنده 4 معدلات بتصفي بالقبول الموحد. لما بده يقدم للحقل الطبي عنده معدل، للحقل الهندسي عنده معدل، للعلوم عنده معدل، وللدراسة الإنسانية عنده معدل، وأيضا عنده 4 امتحانات قبول. هذا بيخلي عملية القبول معقدة وشائكة. طول عمرك قبول واحد فقط لا غير. هلا اولا انا لن اجيب على اسئله تتعلق بالتوجيه، ولكن الذي استطيع ان اؤكده للجميع بان هناك الان جهود مكثفه نحو تطوير امتحان التوجيه بحيث يقيس المهارات العقليه العليا بما فيها حل المشكلات والتفكير الناقد وما الى ذلك. هذا العمل عما بتقوم فيه وزاره التربيه والتعليم، واذا نجحوا في هذا الأمر بيكون يعني رافد أساسي وكبير جدا لدخول طلبة مؤهلين للدراسة الجامعية والنجاح فيها بدون بالحد الأدنى من المشاكل. بالنسبة لاختبار القبول تبعنا، احنا نتكلم على اختبار قبول واحد، مش واحد للطب، واحد للهندسة، واحد للإدارة، واحد للعلوم، واحد للتربية، واحد ما إلى ذلك. احنا نتكلم يا أخي تيسير والحديث للجميع عن اختبار استعدادات أكاديمية عامة وقدرات تحصيلية خاصة. مثلا أنا عندي مثلا قدرة عددية عالية، ببدع في الرياضيات في الحاسوب وما إلى ذلك. أنت عندك قدرة لفظية عالية جدا، بتبدع في الآداب، بتبدع في اللغات،
بتبدع في الصحافة، بتبدع في الإعلام وهكذا. هذا اللي نحن قاعدين عم نتكلم عنه، ما نتحدث عن اختبارات متعددة. احنا هيك استبدلنا ان رهاب برهابين، يعني يا دوب بيخلص امتحان توجيهي بده يخضع لامتحان مركزي اخر اسمه امتحان القبول، فصار الرهاب رهابين خلال فتره قصيره. مش زي امتحان الثانويه العامه اللي هو يعقد على عدد من الجلسات. امتحانات القبول عاده تعقد بطريقه اما بطريقه مركزيه في معظم دول العالم او عن طريق الجامعات في عدد من دول العالم الاخرى بجو مختلف تماماً عن جو الثانوية العامة. إذا في هناك أي أسئلة تفضل يا أختي. دكتور يعني يعطيكم العافية أولاً. عم نقول أول شيء عم تحكي لنا يعني من زمان كان امتحان مفتوح. أول شيء نحن نعلم إنه عدد الطلاب لم يكن بالالاف مثل هذا مثل الان فاحنا عم تحكي معاليك عن زمان اختلف كثير المعايير، يعني ما بنقدر نقيسها حتى نقتنع بهاي الاسس الجديده اللي حكيت حضرتك انه صار في عليها كثير ردود فعل، والاغلبيه ردود الفعل هي ردود فعل رافضه ربما لهاي الاسس. بعدين عم نحكي عن قصه معينه حكيت انه احنا بدنا نعمل حوار، يعني اليس الاجدى حتى رؤساء جامعات يتساءلون انه قبل ان نقر هاي الاسس ونعلنها من خلال مجلس التعليم العالي أن نكون قد لجأنا أساساً للحوار؟ مش أسس، ما قرينا نحن أسس. سياسات أقرأ يعني مبادئ وليس سياسات. يا سيدي بعتذر، مبادئ نعم. لكن هاي ستطبق العام القادم كما حكيت. لا، سيتم تحويلها لأسس قبول على ضوء الحوار اللي بده يتم بيننا بس وبين لماذا لم يعني نعمل هذا الحوار قبل أنه نعلن هاي المبادئ أو السياسات أو نقطة أخرى يمكن بتفق مع زميلنا تيسير بموضوع أنه إحنا سننقل الخوف طالب من الثانوية العامة لأكثر من مراحل، رح يخاف من الثانوية العامة ورح يخاف من امتحان القبول ورح يعني نتناقل القلق من مرحلة لمرحلة أخرى بزيادة الامتحانات القبول. وأعتقد أنه إحنا دائما كأردن دائما نتباهى ولا زلنا بأنه امتحان الثانوية العامة هو مقيم حقيقي لقدرات الطالب، وفي عنا زي ما حكيت يعني حتى السنة الأولى بكلية الطب مش إشي بديننا إنه يكون في يعني قد طالب زي ما حكيت حضرتك ما بيقدر تحصيلين إنه يكمل، يعني هاي حال الدنيا. مش بالضرورة أنا لما أختار تخصص أكون عارفة إنه أنا 100% أنا أدو. حتى الامتحان القبول معاليك أيضا لن يقيم الطالب كما يجب أن يقيم. بلاش نحكم على امتحان لساته ما نوضع وما طبق. يعني إحنا بنحكي عن يعني نظرة عامة قد يعني نتمكن إنه نحلل أو نقيس. عندنا كمان تجربة السنة التحضيرية اللي أقرت وبدأ العمل فيها وألغيت، ما بنعرف ليش أقرت وما بنعرف لماذا ألغيت، لكن هي بذات السياق اللي إحنا عم نحكي عنه لكن كانت لكلية الطب. سؤال بس توضيحي معليك بعتذر عن الإطالة، العام القادم سيطبق فقط لكليات الهندسات؟ هذا المقترح. هذا المقترح. أي تمام. النقطة الأخيرة قضية المحسوبية والواسطة، عمالنا يعني إحنا كأنه حاسس الحديث كله مبرر لهذا الشيء لكي نقنع فيه الناس غير المقتنعة. كيف سنضمن موضوع حسم وضبط عملية الواسطة والمحسوبية اللي إحنا نؤمن إنها موجودة؟ يعني باعتراف الجميع انها موجوده، يعني عم بتقول معاليك انه سنضمن عدم وجود واسطه ومحسوبيه، كيف سنضمن ذلك؟ يا اخت امان، والحديث للجميع، انا قلت بكل وضوح القبول الموحد لن يلغى ولن يتوقف. طبيعه العلامه وكيفيه احتسابها اللي بده يختلف، وبالتالي احنا في الوزاره فيما يتعلق بالقبول الموحد عم منشتغل بأعلى درجات الدقة والموضوعية والمصداقية والنزاهة، وبالتالي هذا الأمر بده يستمر سواء طبقنا المقترح الجديد أو ما طبقنا المقترح الجديد، هذا الأمر سيستمر. وبالتالي لا مجال للواسطة والمحسوبية اللي أطلقها أحد الزملاء للأسف الشديد. هلأ المقابلة ممكن حدا يقول أوكي ممكن يكون فيها واسطة ومحسوبية، بس إحنا ما رح نفرض مقابلة، ما رح نفرض مقابلة. إذا رأت مثلا كلية الطب أنه من الضروري أنه الطالب بعد نهاية السنة الأولى أو السنة الثانية حتى يعرفوا يوجهوه لأي تخصص يروح يعملوا مقابلة
ويشوفوا انه هذا الطالب اذا شاف منظر الدم ما يصفر انه يوقع نتيجة المقابلة. هذا حق لهم، اعطيناه حق لهم للجامعات، ما راح نفرض نحن نفرح عليهم. الان زي ما قلت لك اختي امان، هذا النقاش والله العظيم عمره 35 سنة، ولا سنة ولا سنتين ولا أربعة، وقبل ما تفوتي أنت الجامعة يمكن، أوكي؟ ونوقش وسبق أن نوقش في مجلس التعليم العالي، وصار في حوارات متعددة، مش معناته أنه يعني سقطناه بالباراشوت زي ما يعني قيل من قبل البعض. ومع ذلك إحنا أمامنا سنة كاملة، لأنه حكيت أهم مبدأ عندنا هو مبدأ التدرج، وبالتالي نحن عندنا سنة كاملة. وقلت إنه فيما يتعلق بحساب النسبة 60-40، قلت إنه أنا ما في شيء يعني مقدس، ممكن تصير 70-30. أحد وزراء التعليم العالي السابقين قال خلينا نبدأ ب15 فكرة، ممكن نبدأ ب20 وهكذا. يعني عفوا بس اخر معلش نعطي مجال لنا سنه، حكينا سنه كامله للدراسه، يعني قد لا يكون هذا الامر محسوم هاي السنه الكامله، اما ان يبدا العمل او لا. كيف عم حكيت معليك انه هاي سنه كامله للدراسه اللي حكيت حضرتك عنها، هل يعني ذلك سنة هذا كاملة الامر لتحويل هذه المبادئ الى سياسات قبول مقرر من قبل مجلس التعليم العالي، هاي اللي قصدتها؟ وسيتم اجراء حوارات في حال نجمت كل هاي الامور عن عدم قبول لهي الفكره او عدم جدوى تطبيقها، هل يمكن ان لا تكون محسومه؟ لنشوف شو بيطلع نتيجه الحوارات، انا ما بستبق نتيجه الحوارات. شكرا. تفضل اخي. تحدثت معاليك عن موضوع تشكيل لجان مختلفة بها أكاديميين وطلبة وكذا، أود أن أسأل عن موضوع الطلبة الدارسين في الخارج، هل سيشمل عمل اللجان تخصيص جانب لهذا الموضوع بحيث أن يتم ردم الفجوة يعني أو عدم ذهاب الطلبة؟ نتحدث عن نظام جديد ومبادئ جديدة حتى هذه اللحظة، هل هنالك بتفكيركم جانب بما يخص هذا الموضوع بحيث نقتصر عدم مغادرة الطلبة للدراسة في الخارج؟ شكرا. شوف أخي عدي، الذهاب إلى الخارج للدراسة خيار إنساني وحق للبني آدم، لا إحنا مش دولة شمولية، ما رح نستطيع ولا رح عمرنا نمنع أي طالب أنه يروح يدرس برا، هذا حق له، بده قرر بده يروح يدرس برومانيا ولا بأمريكا ولا ببريطانيا ولا بماليزيا، هذا حق له. بس احنا اللي من باب العداله اللي بروح مدرس برا اردني اوكي ومعاه رقم وطني وبرجع بده يدخل الجامعات الاردنيه، بده يخضع لنفس المعامله زيه زي الاردني اللي قاعد في بلده، سواء حمل شهاده وطنيه محليه او عربيه او اجنبيه. احنا عندنا طلاب بروحوا بدرسوا برا في جامعه في مدارس وبجيبوا معدلات عاليه، وبرجع اذا بدي اعامله انا حسب العلامة تبعه بسكر كذا مقعد وكذا نسبة للطلاب الأردنيين اللي كانوا قاعدين عم بدرسوا بالخارج، وبالتالي أنا من باب العدالة بدي أقول له ادرس برا زي ما بدك، ولكن لما بترجع وبدك تقدم للجامعات الأردنية بده يطبق عليك نفس معادلة حسبة العلامات زيك زي الأردني اللي درس بالخارج سواء درس بأي دولة كان في العالم. هذا من مبدأ العدالة.